يا أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام. اليوم السابع من شهر رمضان وهي سفرتنا اليوم، سفرة كثير مميزة وسبيشال، فيها مكونات كثير راح تحبوها وتعشقوها. رمضانكم مبارك، رمضانكم خير، رمضانكم مع نور غير. المحمرة السورية لكن بطريقتنا السبيشال كيتو دايت، حطينا معاها الجوز عين الجمل، كثير طيبة ولذيذة وأحلى مقبلات وصحتين وألف هنا. بدي فليفلة حمراء، العدد طبعا حسب الرغبة ما بيهم، لكن حمراء، لازم تكون حمراء. ممكن تاخذوا فليفلة حادة وتسووها، وممكن تاخذوا فليفلة باردة بتاخذوها، او ممكن تخلطوا الاثنين مع بعض. انا بدي اخلط الاثنين مع بعض، هاي باردة وهاي حادة. هذول نظفتهم انا من البذر ومن اللوك تبعهم، وهاي كمان. هلا بدي احطهم بالفرن لحتى يتحمروا او حتى ينشووا مظبوط، تقريبا ياخذوا من 10 الى 15 دقيقة. هاي الفليفلات صاروا جاهزين، هلا بدي اقشرهم، او تستنوا ليبردوا شوي بعدين تقشرونهم يكون افضل. بدي شوية جوز عين الجمل، بدي احمصهم بدون زيت طبعا. هذا الجوز صار جاهز، احطه بالفود بروسيسور محضرة الطعام. وهذا الفلفل بعد ما قشرته وشوي نعمته احطه كمان بالفود بروسيسور. بدي زيت زيتون، وشوية ليمون فريش أو عصير ليمون طازج، وبدي ثوم فريش، بدي كمون، وبدي بابريكا حادة أو حلوة ما في مشكلة على ذوقكم، وبدي طبيعي شوية ملح، وأخلط الكل على سرعة عالية. هيك صاروا شبه جاهزين، هلا ممكن تتقدم جاهز. انا بدي اضيف سبيشال، بدي احط دبس فليفلة، انا بحبها حادة كثير، انتوا احرار ممكن تحطوا دبس بندورة لو حابين، وارجع اخلطها مرة اخيرة. وهي المحمرة السورية يا أحباب صارت جاهزة، أطيب مقبلات ممكن تصير حد وممكن تصير حلو. جربوها وما راح تندموا، وقرب قرب عالطيب. وهيك صار أطيب سلطة كوسة بلبن على الطريقة السورية الشامية صار جاهز، نكهة ولا أطيب، راح تعيدوها أكثر من مرة. استمتعوا بالنكهة وقرب قرب
عالطيب. سلطة الكوسة باللبن على الطريقة السورية الشامية التقليدية وجبة كثير غنية ولذيذة، راح تعيدوها أكثر من مرة. جربوها وصحتين وألف هنا. عندي حبة كوسة بدي أسويها شرايح بهذا الشكل. بدي أتخلص من السوائل اللي موجودة فيها، بدي أرش عليهم شوية ملح وأخليهم تقريبا 10 دقائق. هاي الكوسة وطلعت المي تبعها، بدي أنشفها بورق المطبخ. هلا في طريقتين ممكن اقليهم مباشرة بزيت الزيتون الخاص بالطبخ او باي زيت كيتوني موجود عندكم، وممكن ارش عليهم شوية زيت واحطهم بالفرن على درجة حرارة 200، بياخذ تقريبا من 10 إلى 15 دقيقة. انا راح اقليهم بالزيت. بدي لبن يوناني شي ربع كوب. اللبن اليوناني طبعا نحن مساوين الحلقات موجودة على القناة تقدر تشوفوها. ثوم فريش حسب الرغبة. فلفل أبيض وملح. وبابريكا. أخلط هدول مع بعض. أحركه بشكل جيد جدا لحتى يصير بهذا القوام. هيك بعد الخلط السريع بدنا طحينية، تقريبا شي ملعقة كبيرة أو ملعقة ونص حسب الكمية. ولو حابين حطوا عصرة ليمون، ولو ما بدكم الحموضة الزائدة بدون. وهلا نحركه ويكون جاهز. صحتين وألف هنا. هدول الكوسايات المقليين صاروا جاهزين، هلا بدي أوزعهم على الصحن تبعي. وهذا صوص اللبن والطحينية صار جاهز، أحطه من فوق. وهيك حبايبنا صار السموثي، سموثي الليمونة الكاملة صار جاهز. جدا مهم وجدا مفيد للدايت ولغير الدايت. نكهة ولا أطيب ولا أروع. جربوه وصحتين وألف هنا. وقرب قرب عالطيب. سموثي الليمون، سموثي الليمونة الكاملة بالبزر باللب بالقشر بطريقة صحية جدا وسهلة جدا، ومكون واحد فقط لا غير اللي هو الليمون طبعا.
كثير راح تحبوه وكثير فوائد وكثيرة جربوه. وصحتين وألف هنا. حبة ليمونة مغسولة ومعقمة، وطبعا طريقة تعقيم وغسل الليمون موجود على القناة، تقدروا تشوفوه بفيديو خاص. بدي أقطعها إلى شرايح رقيقة قدر الإمكان. وهلا كمان أقطعها إلى قطع صغيرة. أنا بدي أستخدم ثمرة الليمون كاملة، البذور والقشور واللب، للاستفادة الكاملة من فوائد الليمون. طبعا البذور فيها فوائد كثيرة، القشور كذلك الأمر. هي راح تطلع مرة جدا، لكن هلا في طريقة نخليها أحلى من العسل. عندي أنا محلي ستيفيا سائل، محلي طبيعي ستيفيا، هذا طبعا كثير حلو. إذا ما هو متوفر بدكم تستخدموا طبعا الإريثريتول أو السكر البديل اللي موجود عندكم، حطوا الحلى اللي يناسبكم. طبعا لا تكثروا، إذا كان عندكم ستيفيا، الستيفيا كثير مركز. النكهة المتوفرة عندكم حطوها، ممكن تحطوا مركز الليمون، أنا راح أحط عرق النعناع، ممكن تحطوا ماء زهر، ممكن جوز هند، ممكن فانيليا، اي شيء تحبوه انتوا حطوا. ثلج مكعب او اثنين او ثلاثة حسب الرغبة. واخيرا المي، وبعدها أخلطهم على سرعة عالية. وهي الشاورما السورية، همبرجر الشاورما السورية بطريقة جديدة وطريقة مبتكرة، من أطيب ما يكون. شوفوا هالطراوة وهالجمال، ما أحلاه. استمتعوا وتلذذوا بالنكهة، وقرب قرب عالطيب. همبرجر الشاورما بالتبلة السورية الخطيرة، وصفة كثير جديدة ومميزة، ما رح تملوا منها. جربوها وصحتين وألف هنا. بدي صدور الدجاج أو حتى الأوراق العلوية بيمشي حالها، بدي أشرحهم شرايح رقيقة قدر الإمكان. بدنا نحضر هلا مع بعض توابل الشاورما. طبعا توابل الشاورما كثيرة، لذلك تابعوا خطوة بخطوة. أول شيء نبدأ فيه هو زيت الزيتون، تقريبا نصف كوب. طبعا هاي الكمية حسب كمية اللحم اللي موجود عندكم. وبدي عصير ليمون فريش، تقريبا ليمونة كاملة أو ربع كوب. رشة صغيرة من مسحوق القرنفل، نص ملعقة صغيرة هي المطحون، وملعقة كبيرة من مرقة الدجاج أو مرقة الخضار، البودرة طبعا. هي هي كيتو دايت، طبعا أنا مسويها أو مشتريها، هي كيتو دايت بدون نشا وبدون سكر.
7 بهارات أو توابل الدجاج بيمشي الحال، ملعقة كبيرة. كمون نصف ملعقة. وهي جوزة الطيب كمان رشة خفيفة. هذا فلفل أسود شي ملعقتين كبار أصغار، ورشة من القرفة، وشي ملعقة بابريكا. تريدوا حارة تريدوا باردة ما في مشكلة. شوية زنجبيل، وشوية كاري أو كركم، بدي لبن زبادي يوناني. طبعا احنا مساويين فيديو تحضير اللبن الزبادي اليوناني موجود على القناة، بس انا ما ظل عندي، لذلك هذا اشتريته من الريفة. تقريبا بدي 3 ارباع الكوب او علبة كاملة. ومعجون الطماطم البندورة تقريبا بدي ملعقة كبيرة، او لو حابين تحطوا دبس فليفلة لو تحبوها حادة يمشي الحال. واخيرا الثوم، حطوا ثوم، الثوم كثير بيعطيها طعمة ونكهة، لذلك انا راح احط شي 6-7 من الاسنان واعصرهم بشكل طازج فريش. لو ما في طازج ممكن تستخدموا البودرة. هلا بدي اخلط المكونات مع بعض بشكل جيد جدا. هلا بعد الخلط الجيد جدا، اخر شيء تسووه هو تحطوا الملح، لانه اغلب التوابل اصلا بيجي معاها ملح، لذلك تأكدوا اذا الملح تبعها اوكي ما بيلزم، اذا مو اوكي ضيفوا المناسب. هاي الخلطة صارت جاهزة، وهذا الدجاج المقطع المشرح. هلا بدي اخلطهم مع بعض لحتى الدجاج ياخذ كل النكهة. هيك خلطة الشاورما الخطيرة، شاورما الدجاج، بتصير جاهزة مع أطيب دجاجات. هلا بدي أغطيهم وأخليهم 4 ساعات لحتى يتشربوا التتبيلة 100%. ويفضل طبعا تسووهم قبل بيوم، بالليل بتسووهم وتخلوهم بالبراد، ولا تنسوا تغطونهم. قرب قرب عالطيب. انا مديتها بهذا الشكل. طبعا انتم ممكن تسووها بالمقلاية على الزيت عادي، يعني انا بدي احطها اليوم بالفرن. مثل ما حكينا على درجة حرارة 200 او 250 حسب السرعة والحاجة تبعكم، على الرف التحتاني. شي تقريبا تاخذ معاكم 30-40 دقيقة، وبعدها نطلعها لفوق على الرف الفوقاني، شغلة 10 دقائق للتحمير والتشطير بتكون جاهزة. واستمتعوا بأطيب وأخطر شاورما سورية على الإطلاق. هيك صارت جاهزة. هلا بدي أغلفها بورق القصدير، ورق الزبدة، وبعدين بورق القصدير لحتى ما تنشف معانا بالفرن. Thank you.
بدي كريمة حامضة أو فريش كريم تقريبا شي 200 جرام. بدي شي سنين ثوم أهرسهم. عصير ليمون فريش هي ملعقة كبيرة أو 3/4 الملعقة، ولو كانت شوي سائلة ضيفوا شي ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمية. هاي الخطوة اختيارية طبعا. ملح وفلفل أبيض حسب الرغبة، ملعقة صغيرة أظن بيمشي الحال وبيكفي. هذول بدي أخلطهم بالفود بروسيسور بالخلاط، بيمشي الحال طبعا أكيد. هلا بدي أضيف زيت الزيتون تقريبا شي ربع كوب، وأرجع أخلط على سرعة عالية شي دقيقة كاملة، وبيكون أطيب مايونيز كيتوني جاهز. استمتعوا بالنكهة وقرب قرب على الطيب. هذا خبز الهامبرجر، الهامبرجر بانس. نحن طبعا شفتوا كيف نحضروا على القناة. بدي أفتحهم بالنص. هلا بالبايركس بدي أرش شوية زيت زيتون. وهذا خبز الهامبرجر، بدي أحط الأرضية من تحت. أدهنهم بطبقة خفيفة من زيت الزيتون. وعندي مايونيز الكيتو دايت اللي مساوينه نحن كمان، انتو شفتوا طريقة التحضير. بدي احط طبقة. عندي جبنة أي نوع موجود عندكم، حطوا كمان طبقة خفيفة. وهي شاورمتنا الكيتونية، أوزع كمان طبقة. وأخيرا طبقة من جبنة الموتزوريلا. وأخيرا الطبقة اللي فوقانية من الخبز الهامبرجر، وإلى فرن محمى مسبقا بدرجة حرارة 180 تقريبا 10 إلى 15 دقيقة لحتى تذوب الجبنة مع بعض. واستمتعوا بالنكهة وقرب قرب على الطيب.
والحلو اليوم سوينا براونيز بالمايكرويف، ياخذ معنا تحضير وشغل تقريبا دقيقتين دقيقتين ونص مو اكثر من هيك، كثير مميز وسهل التحضير وبدون بيض. استخدمنا بس زبدة وحبيبات الشوكولاتة ذوبناهم، استخدمنا كمان طحين اللوز والسكر وشوية فانيليا وصار جاهز بالمايكرويف. ولا أسهل ولا أسرع من هيك. ملعقتين كبار زبدة، وملعقتين كبار حبيبات الشوكولاتة الكيتونية، ونحن مساوين فيديو على القناة. هلأ أذوب هذول بالمايكرويف، أحركهم بشكل جيد لحتى يذوبوا. هيك صاروا جاهزين، أضيف ملعقة كمان من الشوكولاتة الحبيبات. بدي سكر الإريثريتول حسب الرغبة، ملعقة ونص إلى ملعقتين، ثلاثة أرباع الكوب دقيق اللوز 70 جرام يعني. بدي ملعقة كبيرة كاكاو، وأحرك الكل مع بعض. اي شيء عندكم يفوت بالمايكرويف بدي ادهنه بشويه زيت او زبده بيمشي الحال. وهاي الخلطه صارت جاهزه، هلا امدها واحطها بالمايكرويف تقريبا من الدقيقه ونص الى الدقيقتين، كل 30 ثانيه بطلعها وبرجعها. ولازم ان شاء الله تكون جاهزه وصحتين والف هنا، وقرب قرب على الطيب.